السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدنا كان لك الحمد لله رب العالمين، السلام والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث الخامس قابل نكون هنا نباب تشهد خلي نيا آخر حديث قلنا نباب نيل كتابي نقول كتاب تنبيه والأفهام شرح عمدة الأحكام شيخ بن عسيمين شرح أقول له أن حديث نيخي نيتروي لري نيتنعصر لقلنا نخبر نقل درقلنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قن وريت إن كنت عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ وريخ ليخي ينار لفظت كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. موضوعنا حديث نين وريل قابا كن ورانا قلنا موضوع نين قابا قديبو من قار نجرب صح منه ورانا قلنا بيان حكم هذا الدعاء وموضعه في الصلاة. وأكان ليش تكون صلاة لركوع لما سجود لما دول لما وأكان ليش تكون كد أهميتني ورانا قلنا قدون حكمني قرآن قلني تلقى بحقنا حديثني أن حديثني يا أخي قريب فضل شها حقن قريب فضل تنبع حقن ديبو وريخ قد ارتباط شاخنا سورة إذا جاء نصر الله سورة النصر إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله يا أخي نيني مكي القمتي وآخر سورة القرآن لقمرا لقن ونيني رمضان لشوم لرقتي يعني انسقطت الأمليل هجرة لد النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل مدينة أخرات خجرة دنبي في السنة الثامنة سنة سقطت هجرة لد تريو ناس نا كان يتلقمتين ريا آخر سورة قلت القرآن لد قمراري إن سورة إذا جاء نصر الله آخر سورة قمرار القرآن لسورة إن سورة إذا جاء نصر الله يجين صحيح مسلم لي حديث صحيح بك ني رواية سنة قلنا إن أخبر سنة كنا نيني سورة إذا جاء قن عائشة ما نقبل يخون جبا من المؤمنين الإسرائيليين وإن حديث نيني خي قريب فوائد مقدي بريا كثير من كتير عائشة من المؤمنين تخبر عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أن الله تعالى لما أنزل على رسوله سورة الفتح إذا جاء سورة الفتح يعني سورة الفتح الديني ودمرون كده سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأى هذه العلامة النصر والفتح بادر صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر الله عز وجل فكان يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وريرقون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وما صلى صلاة فريدة ولا نافلة إلا قال ذلك في ركوعها وسجودها وكان في هذه السورة إذانا بقرب أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسورة نيني يخي خبر مهم جدا هم بقديبة ورنها أجل النبي صلى الله عليه وسلم دخلتهم بك وريخ النبي صلى الله عليه وسلم دائما خالد مخلد آخره خلق سلاني لكن مبلغ رسالة سيرة ديبنا دين سي فهمي سرونا خلق سوخ وجار خلقه كله ومن أمانة سحر ماله كله ومن أمانة نسيك أكمل سدنبي إن آية أكملت لكم دينكم يا ذنبي رب العالمين من قرق تمام ذنبي إن سورة نيني آخر قمنا دمنا ذنبي سورة قمقا حقون نيني خي كدو علامة إشارة جن النبي صلى الله عليه وسلم نكرا طاقة باك معناها نين كدو فائدة جن وركوع لي أي النبي صلى الله عليه وسلم سلاة ليسا أي سلاة آخر وري فرد آخر ورنا في الآخر فردا أن أنقول صلوات فرد سوقن فجر دي ظهر دي العصر دي المغرب دي العشاء دي نفلة أن سنن النوافل ينسى ليس نوقن شفع أخن وتر أخن قبل أخن بعد أخن يعني سلف
صليت انا اكون مثلا نعما لي غيرك عد لما بنكون سجلك عد الظهر لي ني سنه كود العشين الفجر المغرب نهابني ان اوقات ان سنن ان رواتب ان بودي با سنن راتب يستري نو تكوز وانقرنو ما النفل دي انفرد دي نيلك سليس وزك ني ركوع دي ني سجود دي تل ندعى ني سجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سجود لوانونسك ركوع لوانونيس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينا ان حديث نيت فنا قبورنجن فوائد الحديث نفوائد نحديث نيت فنا قبورنجن مشروعية قول المصلي في ركوعه وسجوده مشروع إن مصلي إنسان سليسا ني ركوع لأخن ني سجود لأخن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يرو مبجخ درما نكودو ني سنك كمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى وامتثاله لأوامره النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله قنشينا جاروك النبي صلى الله عليه وسلم ني نشقق أمانة حلا حملسو أمانة مسؤولية السؤال جارلد نحب بلقونا نا حديث ناس نا علم ناس وهب ناس اللي سنت وراها ينت ناس ناتك النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا كلهم مقلنا وما بيانوا كلهم مقلنا صلى الله عليه وسلم نيسا نقضوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخلد وإنما بعث ليبلغ رسالة ربه ثم ينتقل إلى جواره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.